السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو أهم المرشحات، نقول تمارين وقواعد وإسقاطات اللغة الإنجليزية ثالث متوسط يونت السادس. هاي يونت السادس، هذه قاعدة فيوتشر going to. وهنا عندي أمثلة وزارية، وهنا كيفية الإجابة عن تعريف المهن، تعريف المهن وأدوات التنكير الأي والآن وأمثلة وزارية عليها، ضمائر الوصل وهذه أمثلة وزارية عليها. طبعا كلها شارحتها موجودة بقوائم التشغيل. هذه وصف الاتجاهات وهذه الأمثلة الوزارية عليها.